على استقالي. رح انتقل للقاء مباشر مع عضو من اعضاء مجموعه انونيمس العالميه. هالمجموعه للي ما بيعرف عنها شيء بعد بلشت بال 2003، كبرت لحتى صارت اليوم بتضم عدد كثير كبير من الناس بكل بلدان العالم. هن اشخاص مجهولين ثلاث ارباع او 90% وما حدا بيعرفهم، ما حدا بيعرف المجموعات الفرعيه لهم. سي ان ان صنفتهم انه هن خلف لويكيليكس. مجلة التايمز العالمية أعلنتهم الأكثر تأثيرا بالعالم، هن داعم أساسي لويكيليكس، تدخلوا بالانتخابات الإيرانية، هاجموا مواقع إسرائيلية، من الداعمين الأساسيين للقضية الفلسطينية، ما تركوا قضية بالعالم قضية محققة إلا ما أنصروها، إن كان ضد الفساد أو الأقليات المضطهدة بعدد كبير من الدول مثل زيمبابوي، مثل تونس، إيرلندا، ماليزيا، أمريكا، إسرائيل، حتى الهند، مصر، إسبانيا، المغرب والأردن وغيرهم كثير من الدول. سربوا معلومات شخصية لشخصيات عربية معروفة كتير، شعارهم ما مننسى ما منسامح. اليوم إجا دور لبنان مورا الكوارث اللي عم نشوفها. هددوا من كم يوم بضرب المواقع الحكومية وبلشوا شغلهم مبارح، دعيوا كل أعضاء المنظمة بالعالم لحتى ينصروهم بلبنان. شو رسالتهم للحكومة اللبنانية بهيدا الفيديو قبل ما يطلوا مباشرة معنا بمقابلة حصرية خصونا فيها دعما للثورة ضد الفساد بلبنان؟ Greetings, citizens of Lebanon. We are anonymous to the government of Lebanon. For too long we have tolerated your lies and allowed your sins to go unpunished. Through the use of media deception and political bribery, you cannot hide the injured protesters calling for their rights. We will not allow you to maintain these attacks on a peaceful protest calling for nothing but minimal rights. The consequences will become worse with each passing hour. You will be dealt with swiftly and without warning. It is also in your best interest to deal with the trash crisis soon by setting a legit plan, taking in consideration the plans offered by the protesters themselves instead of your useless plans which consist of hiding the trash, not dealing with it. On the 25th of October, we call upon our brothers and sisters to hack, deface, hijack, database leak, admin takeover, DNS terminate, and DDoS the Lebanese government websites mentioned in our targets list without causing damage to any other website. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Our primary target will be the Ministry of Environment, and it is self-explanatory. We will be answering any question about the Operation Live this Monday on Hecky Jellies with Joe Malouf on LBCI TV channel. Expect us. هيدي كانت رسالة مجموعة أنونيمس للحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية حول الفساد المستشري والتحرك اللي بدهم يعملوه. راح مباشرة على الهواء في معنا أحد أعضاء هيدي المجموعة. مساء الخير. مساء الخير. أنت مين بهيدي المجموعة وشو بتمثل؟ ليس لدي أي منصب خاص أو ليس هناك أي مناصب خاصة في المنظمة، الجميع هو عضو في المنظمة ولديه دور يطلع به، فأنا أمثل كل أعضاء المجموعة والمنظمة. نعم، عم بيقولوا لي إنك امرأة، هل صحيح؟ أو إنك امرأة؟ يمكن أن أكون امرأة. نعم. طيب، عم تهددوا اليوم الحكومة اللبنانية وإنه ما راح تسامحوا على الفساد يلي صار وعلى الاعتداءات يلي صارت على مجموعات الحراك الشعبي وعلى الفساد المستثري بهذا البلد. ركزتوا على موضوع النفايات تحديدا وهددتوا الحكومة إنه تلاقي حل سريع أو خطة فورية. كيف راح تتحركوا اليوم؟ شو عملتوا امبارح وكيف راح تتحركوا وترجعوا؟ كما لاحظتم يوم أمس، لقد قمنا بخرق بعض المواقع الحكومية كبداية فقط لنظهر لهم ما يمكن للناس أن يقوموا به عندما يغضبون. وتحركنا المقبل سيبقى سريا حتى الآن، لن نخبر أي طرف أو أي جهة به، ولكننا مستعدون لأي شيء عندما نرى أي تخاذل من قبل الحكومة أو سوء معاملة للشعب اللبناني من قبل الحكومة.
سوف نهاجم بشكل فوري. نعم. طيب اليوم وجهت دعوة لكل المنتسبين أو الأعضاء بأنونيمس بالعالم كله لحتى ينصروكم بتحرككم بلبنان لمواجهة الفساد، ولكن لبنان مش من الدول المعتمد يعني اللي بتعتمد على نظام إلكتروني، يعني ما في الأشياء الأساسية ما بتمشي إلكترونيا على الإنترنت. شو رح تقدروا تحققوا بخرق مواقع الوزارات؟ يعني كل شيء عنا بعده بلبنان على الورق، يعني ما بعرف إذا في نقصه إلى حد ما تخلف، بعد ما عنا كله على الورق. هذا صحيح، ولكننا أردنا أن نقوم بهذا الخرق للمواقع الحكومية لنبدي للحكومة ما الذي قد يقوم به الشعب عندما يغضب. يمكننا أن نقفل أبرز المواقع مثل موقع الأمن الداخلي، وقد قمنا بذلك للحظات قليلة حيث أوقفنا الخدمة على موقع الأمن الداخلي لبضعة دقائق. نعم. طيب اليوم هناك تحرك لكشف معلومات معينة، هل رح تقدروا تساعدوا اللبنانيين يحصلوا عليها؟ اليوم في معلومات من شأنها أنها يمكن تحارب الفاسدين بلبنان، تحارب الوزراء والسياسيين اللي عملوا كتير مصاري، ونعرف أنه بتجارب سابقة لألكم بعدد من الدول قدرتوا تحصلوا على معلومات وفتوا على عدد من المواقع الحكومية وتكشفوا أمور معينة ما كان حدا قادر يعرفها. هل بلبنان هيدا الشيء ممكن يصير؟ لسوء الحظ هذا ليس ممكن في لبنان، لأنك كما قلت لا تعتمدون أنتم في لبنان لا تعتمدون على الأنظمة الإلكترونية، ولكننا سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل تسريب أي معلومات مرتبطة بالفساد، أكان تسريب الرسالات الرسائل الإلكترونية الخاصة، وسنعلنها للجميع طبعا. طيب يعني صار في أكثر من 50 موقع إسرائيلي حكومي كمان تم اختراقه بالوقت الحالي كمان من خلال يمكن عملية عم تعملوها، هل صحيح؟ نعم، نحن نقوم بالكثير من العمليات حاليا. نحن حاليا نقوم بعملية أيضا ضد داعش، ونقوم بعملية أيضا ضد القوى الإسرائيلية في عندما نرى أنه الوقت المناسب للقيام بذلك، ونحن قادرون بالفعل على إقفال عدة مواقع إلكترونية وعلى تسريب المعلومات حول الموساد وعملاء الموساد، وهذا ما قمنا به في السنة الماضية. نعم. سؤال أخير، مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية سبق وحقق مع عدد من أفراد أو أعضائكم اللي موجودين هون بلبنان، هل بتخافوا ما بتخافوا عليهم للأعضاء اللي موجودين هون؟ وشو رسالتكم للبنانيين لكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا حكي جالس؟ لو كنا نخاف من أن نسجن لما كنا بدأنا بهذا العمل. نحن مناصرون للحرية، نحن لا نخاف من الحكومة. صحيح أنهم سجنوا بعض الأعضاء، ولكن هناك أيضا حكم بأحد أعضائنا لعشر سنوات بالسجن لعشر سنوات، وأعضاء آخرين حكموا أيضا للسجن لمدة أشهر. رسالتنا الأساسية للشعب اللبناني الليلة هو أننا هنا لمساعدتكم. نحن لسنا هنا لنهاجم أي شخص على الصعيد الشخصي. نحن لا نقوم بالاعتداء لأسباب شخصية خاصة، هذا ليس الهدف. نحن نقوم بذلك خدمة للشعب. أود أيضا أن أفسر لكم ما هي هذه المنظمة، منظمة أنونيمس، لأننا لاحظنا أنه هناك سوء فهم لهذه المنظمة. هي فعلا حركة عالمية من الناشطين الإلكترونيين الذين يتشاركون بقضايا موحدة. نحن نعزز الوصول إلى المعلومات وإلى حرية تبادل المعلومات وحرية الحركة عبر الإنترنت. نحن لا نعمل من أجل ربح شخصي أو مصلحة شخصية. أود أيضا أن أضيف أن أعضاء أنونيمس ليسوا من الهاكرز أو من خارقي المواقع. نحن لدينا قضية
سامية من أجل تعزيز الحرية حول العالم وإيصال صوت من لا صوت لهم. نعم. نحن طلاب، نحن نأتي من خلفيات اجتماعية مختلفة. نعم. نحن موظفون. نعم. لدينا أدوات كثيرة، نحن شباب، نحن مسنون، نحن أذكياء جدا، ولدينا تاريخ كبير. نعم. شكرا، شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لمجموعة أنونيمس. كان لابد ما أنه نتوقف عند هيدا الرسالة ونشوف شو رح يعملوا، خاصة أنه بلشوا مبارح. رح ننطر الأيام المقبلة لنشوف شو رح يكشفوا معلومات للبنانيين أو يحققوا أكثر من خرق لمواقع أو ويبسايتات حكومية اللي أصلا ما منفوت عليها وما حدا بيستعملها. الأهم هو الوصول لنتيجة بعد البريك.